نظرات فقط ستصبح بشرتك كالطفلة، كل من رأى وجهك تعجب من شدة بياضه وشبابه. هتشلك التجاعيد وهتفتح بشرتك وهتشلك السواد وهتشلك الخطوط، هتخلي بشرتك أصغر ب20 سنة، هيخلي بشرتك شابة، الكل هيتفاجئ، بشرة زجاجية بدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بإخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة جايبالك وصفة رهيبة، قطرات بسيطة هتحطيها على التجاعيد هتلاقيها اختفت معاكي بسهولة، قطرات بسيطة هتحطيها على السواد هتلاقيه اختفى، قطرات هتخلي بشرتك زجاجية بدون سواد وبدون تجاعيد وبدون كرمشة للأبد. حبايب قلبي، لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. الوصفه سهله وبسيطه ومكوناتها رهيبه في شد التجاعيد وتفتيح لون البشره. اول مكون معايا وهو المكون الكنز الرباني العظيم ده، ده من الحاجات اللي بتشد التجاعيد ومضادة للأكسدة وبتغذي البشرة بشكل رهيب جدا جدا، بتدعم البشرة بجميع الفيتامينات المطلوبة، بتخترق البشرة من الأعماق وكمان بتحفز الكولاجين للبشرة، وهو الزنجبيل. هنجيب الزنجبيل البودر من عند العطار، وممكن تجيب الزنجبيل الفريش، بس الوصفة دي يفضل فيها الزنجبيل البودر. هناخد قد ايه منه؟ هناخد نص معلقة بالحجم ده، يعني اعتبر دي معلقة كبيرة، يبقى هناخد نص معلقة كبيرة او معلقة صغيرة من الزنجبيل. هنبدأ ان احنا نحط على معلقة الزنجبيل البودر، نص معلقة الزنجبيل البودر بتاعتي، نص معلقة من المكون دوت، والمكون ده بيطهر البشرة، بيشيل الحبوب، بيعالج الحبوب، بيعالج التهابات البشرة، بيفتح بدرجة عالية جدا 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 وبيغذي البشرة، وهو القرفة او الدارسين. هناخد نص معلقة بس من القرفة او الدارسين، يبقى نص معلقة من القرفة على نص معلقة من الزنجبيل، وهنحطهم بالشكل ده. هعرفكم بقى هنزود عليهم قطرات من الزيت السحري الرهيب ده، ده الزيت الرهيب اللي بينسف التجاعيد. عايزه اقول لكم الوصفه ديت قويه فوق ما تتخيلي في شد التجاعيد. الزيت السحري ده هتجيبيه من عند العطار، بس يفضل يكون عطار موثوق فيه علشان تجيبيه وما يكونش مغشوش، تمام؟ وهو زيت اللوز المر، في زيت اللوز الحلو وفي زيت اللوز المر. زيت اللوز المر اقوى من زيت اللوز الحلو في شد التجاعيد، خاصة التجاعيد العنيدة. هتبدأي تاخدي زيت اللوز المر مش الحلو، وهنبدأ ان احنا ناخد من زيت اللوز بتاعي معلقة كبيرة، معلقة كبيرة من زيت اللوز، وهنبدأ ان احنا نقلبها كويس قوي بالشكل ده كده مع القرفة ومع الدارسين، هنقلبهم كويس قوي بالشكل ده مع بعض. بعد ما هنقلبهم بالشكل ده هنبدأ ان احنا نحط عليهم زيت الزيتون، ويفضل زيت زيتون بكر، يعني زيت زيتون نوعيته كويسة. وهنبدأ ناخد ادي معلقة، اتنين، ثلاث معالق بقى كبار من زيت الزيتون، وهنبدأ نقلبهم مع بعض بالشكل كده. زيت اللوز هنحط منه معلقة، انما زيت الزيتون هنحط معلقتين، ثلاث معالق كبار، وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده. بعد ما قلبناهم بالشكل ده هتبدأي ان انتي تنزلي عليهم بالمكون السحري ده، وهو زيت جونسون. زيت جونسون من الحاجات اللي بتنعم البشرة قوي، بتفتحها جدا جدا، بترطبها قوي. هبدأ اخد من زيت جونسون برضو معلقة، معلقة برضو من زيت جونسون، وهقلبهم مع بعض كويس قوي قوي. الزيت السحري ده والتركيبة السحرية الرهيبة اللي هترجع بشرتك زجاجية. هنبدأ ان احنا بقى ناخد الزيت بتاعنا، وهنبدأ ان احنا نجيب زي ما انت شايفة كده، وهتبدأ ان انت تنزلي بمية تكون مغلية، علشان لازم الزيوت ديت تتجانس مع بعض في حمام مائي. طبعا البخار اللي طالع ده هو اللي هيخلي
الزيوت بتاعتي تتجانس ونبقى بنعمل اقوى زيت مع بعض لشد التجاعيد. هتبدأي انك تقلبي بالشكل ده كده باستمرار، لان التقليب هيخلي الزيت بتاعك يتجانس مع بعضه كويس قوي، فبالتالي يديكي نتيجة قوية في شد التجاعيد. هنبدأ ان احنا نقلبهم كويس قوي بالشكل ده كده مع بعض، تقليب مستمر، ونخليه يدوب تماما ويتجانس في الحمام المائي. تمام. وهتبدأي ان انت بعد ما تقعدي تقلبيه بس شوية كده، هتبدأي ان انت تجيبي، ممكن بصي ممكن تجيبي طبق كده اهو، وتبدأي انك تغطي الزيوت بتاعتك وهي لسه في الحمام المائي بالشكل ده. عليه بقى علشان البخار اللي طالع زي ما انت شايفة كده يبدأ ان هو يطلع يتكتم في الزيت فيديكي نتيجة اكتر. هتبدأي تركنيه كده، يعني هتاخديه زي ما هو كده وهو متغطي، وتروحي حطاه في فرن البوتاجاز. طبعا ما يكونش والع، بس عشان فرن البوتاجاز بيبقى مكتوم او معتم، فعشان انا مش عايزة المية المغلية اللي تحت الزيت تبرد، انا عايزاها تفضل بالقدر الاطول في الزيت تبقى لسه سخنة. هنبدأ ان احنا نركنه لمدة ساعة زي ما هو كده في فرن البوتاجاز او في ظرفة من ظرف المطبخ وهو متغطي كده، ونسيب الزيت بقى يعيش حياته كده مع نفسه لمدة ساعة. بعد كده هتبدأ ان انت بقى تعري الزيت بتاعك كده، ده طبعا بعد ما تعدي الساعة ونعمل الحركة اللي انا قلتلك عليها. هتبدأ ان انت بعد ما تعري الزيت بتاعك بالشكل ده، وهنبدأ حبايب قلبي نجيب مصفى تكون الاخرام بتاعتها ضيقة شوية، وهنبدأ ان احنا نصفي الزيت. طبعا بصوا اللي تحت ده احنا مش عايزينه، احنا صفينا الزيت بالشكل ده بتاعي. وبقى عندنا بقى اقوى زيت ممكن تشوفيه في حياتك لشد التجاعيد. يلا بينا بقى هقولك على طريقة استخدامك للزيت السحري ده. اول حاجة هتبدأي انك تنقليه عندك في زجاجة تكون معتمة، يعني غامقة زي الازازة دي كده، يعني ازازة تكون غامقة، علشان لو حطيتيه في زجاجة فاتحة هيبدأ يبوظ منك ومش هيديكي نتيجة حلوة. تمام. دي اول خطوة. تاني خطوة، الزيت ده بيقعد معاكي اكتر من شهر ما بيفسدش خالص، بس نحطه زي ما قلت لكم في زجاجة غامقة. هتبدأي ان انت تاخدي منه كده وتبدأي ان انت تدهنيه على التجاعيد بالشكل ده كده، على بشرتك وعلى التجاعيد كويس قوي، وتسيبيه على البشرة لمدة 20 دقيقة كاملة، او الافضل بنسبة 100% نسيبه طول الليل على البشرة بنسبة 100%. هيبقى هايل لو قدرتي انك انت تدهنيه طول الليل، بس في ناس ما بتقدرش تدهن حاجة وتنام بيها، فعشان كده ممكن تسيبيه نص ساعة ساعة وبعدين تغسلي بشرتك لو انت مش هتقدري تدهنيه وتسيبيه طول الليل. استخدميه وهتلاقي منه نتائج حلوة جدا جدا. يا رب اكون قدرت افيدكم. اشوفكم على خير والسلام عليكم.